كانوا رايحين على الشغل، يعني بتعرف جوزي ميت ما عندنا حدا يعني يروح يشتغل يترزقه الله، والمغربيات قبل ما توفوا بنهار جايبين لي معاهم اجارهم فرحانين مكيفين، قال يا مالك جبنا لك الاجار، قلت له ايه عيني الله يعطيك كل العافيه، يعني وما ضل عندي حدا ابوهم ميتين وانا عم بربيهم ايتام، لهم هلق 7 سنين ايتام وانا عم بربيهم، ما ضل عندي هلا غير عندي واحد، يعني ايش بدنا نشتغل يعني ايش بدنا نساوي ما انا عم نعرف، والرزاق الله. واللي ماتوا واحد صف سابع وواحد صف ثامن، وكان بحبوتنا ان شاء الله كنا الله عاطينا والحمد لله، كانوا يشتغلوا بالفرن عند ابو حسن الفرح وهو بيعرفن حق المعرفه. كنت نايمه هون بالبيت صارت ضربه فيقتنا امي، قالت لي روح شوف اخواتك ليك صار في ضرب قاصف ايهون على خان شيخون، رحت شفتهم وناتهم حظ الضربه غميانين في الارض، شلتهم اسعفتهم غميانين كانهم نايمين، اسعفتهم بعد ما اسعفتهم حسيت حالي هيك، حسيت حالي في سي دوخه غبت عن الوعي، اسعفوني على المشفى بس مين اللي اسعفني بالضبط ما بعرف، ضليت 10 ساعات بغيبوبي، صحيت لقيت حالي بالمشفى، بعد ما تخرجوني من المشفى بنهارين خبروني انه اخواتي استشهدوا، لقى عم بشعر بدوخه وهيك وتغبيش بعيوني، هيك وقت بطلع هيك على الواحد انه هيك عم بحس بغباش اسود، وقت هيك بيكون في شغال ضوء هيك بصير عيوني بيجعني، بصير راسي كله بيجعني، وبقول لهم اوقات لامي لاخواتي بقول لهم طفي الضوء، هيك ما بحب اقعد بالضوء. احنا من موريك رحنا على كفر زيتي، وين من رحنا القصف فوقنا وقاعدين كنا صابرين، بلكي الله بيفرجع على العباد. ايه هو ما بيعرف لا عباد لا بيعرف اطفال. مجرم، المجرم ايش بدك تحكي عنه؟ بس ان شاء الله الله يحرمه اطفاله مثل ما حرمني اولادي. الحمد لله على كل حال. شفتهم كانوا نايمين، الحمد لله. الحمد لك يا رب. هدول اطفال ايش ذنبهم هدول؟ هدول مجرمين؟ هدول ارهابيه هدول؟ ايش ذنبهم هدول؟ بس عنده هو مجرمين هدول، ماهر وفارس. شو كانوا يعملوا لي؟ والله يا قلبي شو يعني ايش بدي احكي لك؟ ايش بدي احكي لك؟ اولادي